تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والسعادة والإيجابية عليكم أعزائي مستمعين إذاعة نور دبي. نطلع عليكم اليوم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. وطبعا أعزائي المستمعين يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا عبر الأرقام التالية 600551414 وللرسائل النصية 4006. ومثل ما تعرفون أعزائي المستمعين صحتكم وسعادتكم أولوية لدينا، ولذلك في برنامجنا اليوم بنتناول آخر الأخبار الصحية والعلمية اللي تهم كافة أفراد المجتمع، وكذلك بنتناول أكثر المناقشات والحوارات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما عودناكم مع زميلتنا أسماء الجناحي، وكذلك بنتناول فقرة كوفيد-19 وكبار السن وكل المواضيع اللي تهمكم في هذا المجال. واليوم أيضا في فقرة التغذية بنتحدث عن فرط نشاط الغدة الدرقية. وطبعا أعزائي المستمعين نرحب بفريق العمل المبدع في هيئة الصحة بدبي، وكذلك في التنسيق والمتابعة معنا الزميل أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا المبدع والمتميز نمر محمد، وكذلك سعيد المر. صباح الخير عليكم مخرجينا. خبرنا لليوم يقول النوم على الظهر أثناء الحمل ممكن يزيد مخاطر موت الجنين. وطبعا حذرت دراسة حديثة من خطورة النوم على الظهر خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من الحمل لما فيه من خطر على حياة الجنين. وقالت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كولدينغ لندن إن نوم المرأة الحامل على ظهرها خلال الأشهر الأخيرة من الحمل قد يقطع تدفق الدم إلى الجنين في الرحم عبر الحبل السري بنسبة 11%. وأظهرت النتائج أن هذه الوضعية في النوم تقلل من تدفق الدم في الحبل السري بنسبة 11.2% في المتوسط، كما ينخفض الأكسجين الذي يصل إلى الجنين في الرحم مقارنة بالوقت اللي كانت فيه المرأة مستلقية على جانبها. وقالت البروفيسورة آنا من جامعة كولدينغ لندن كبيرة مؤلفي الدراسة البريطانية النيوزلندية إن النتائج قد تفسر جزئيا سبب وفاة بعض الأجنة على الرغم من أنهم يتمتعون بصحة جيدة وحجم طبيعي. وتؤكد هذه الدراسة على ضرورة نوم الحامل على جانبها في أواخر فترة الحمل، وأشارت أدلة سابقة إلى أن المرأة الحامل التي تنام على ظهرها تتعرض لخطر 2 إلى 3 أضعاف للإجهاد، وغالبا ما تنصح النساء الحوامل بالاستلقاء على جانبهن الأيسر حيث يساعد ذلك الكلى على التخلص من الفضلات والسوائل. وطبعا أعزائي المستمعين بالنسبة لهذه الدراسة نتمنى من الحوامل اللي يسمعون الحين أنهم يحاسبون وما يستلقون على ظهرهم، نتمنى منهم النوم على طرف، وهذا طبعا حفاظا على الجنين. وطبعا هذا الكلام من هذه الدراسة الجديدة والحديثة اللي ظهرت لنا. والحين أعزائي المستمعين بعد خبرنا العالمي لليوم بننتقل لفقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة والشؤون الصحية. ويسعدني ويشرفني تكون معاي اليوم زميلتي أسماء الجناحي. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور سرور اختئامنا عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. أهلا فيك أسماء. أسماء نبي نسمع منك اليوم شو هي آخر الأشياء الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي واللي تهم المستمعين.
بنبدأ بمجموعة من الاستفسارات اللي توصلنا في قنوات التواصل الاجتماعي أو بعض الأشياء اللي نحس إنه يعني تحتاج إلى بعض التوضيحات. من ضمنها بعض الأشخاص يسألون عن يعني كيف واحد ممكن يتصرف عند ظهور نتيجة إيجابية لفحص كوفيد في حال عدم وجود أعراض. يمكن أن للمصاب أن يتم عزل نفسه في المنزل إذا كان عنده غرفة خاصة وحمام داخل الغرفة. وهذا أهم شيء أن الواحد يعزل نفسه مباشرة من يشوف النتيجة إيجابية في غرفة. في حال ظهور أعراض أو إذا كانت الأعراض بسيطة يمكن للمريض يعني التواصل مع رقم 1-8342 لمثلا أخذ الاستشارات إما عن طريق الطبيب لكل مواطن وهي الاستشارات عن بعد أو من خلال أخذ موعد لأحد مراكز التقييم الخاصة بكوفيد. مهم جدا تحميل تطبيق كوفيد 19 DXB Smart App واللي هو موجود في جميع في الأندرويد والآي أو إس الهواتف. في حال عدم ظهور أعراض خلال 10 أيام وآخر 3 أيام كانت بدون حاجة إلى أي خافض حرارة ينتهي العزل الصحي أو العزل المنزلي في خلال 10 أيام. اللي راح توصلهم رسالة SMS للأشخاص اللي ما عندهم أعراض يعني خلال إصابتهم فيها شهادة انتهاء العزل، أو ممكن أيضا يتواصلون مع رقم 1-8342. أيضا من ضمن الأشياء اللي يعني دائما الناس تسأل عنها هي مراكز وين يروحون للتطعيم. جميع مراكز هيئة الصحة بدبي تعمل بنظام المواعيد. ممكن أخذ الموعد من خلال رقم 1-8342، الاستماع للتسجيل الصوتي والإجابة على الاستفسار الأسئلة اللي يعني الأسئلة التقييم، ومن ضمن اختيار نوع التطعيم ويعني بيوصلهم المسج بالموعد في حال الاجتازة والتقييم الأسئلة. الفترة الحالية هي للفئات ذات الأولوية اللي هي كافة المواطنين والمقيمين حاملي إقامة البيت من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم. أيضا هناك خط الدفاع الأول والمهن الحيوية، وهذا لا ما يكون عن طريق التطبيق، هذا يكون من خلال التعاون بين المؤسسة نفسها وهيئة الصحة بدبي. يعني أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن قنوات التواصل الاجتماعي هي النصائح الدورية واليومية، وفي حال وجود أي استفسارات نحن دائما موجودين لخدمة الجمهور. نحب نأكد أهمية أخذ الإجراءات الاحترازية وأهمية أن نحن نعلم عيالنا أهمية أخذ هذه الإجراءات الاحترازية لسلامتهم وسلامة أيضا المجتمع. تقريبا هالأشياء والاستفسارات اللي كانت قنوات التواصل الاجتماعي وحسين نحن يعني عدد كبير يسألها، فقلنا بنجاوبها أيضا في البرنامج الإذاعي. ودمتم بصحة وسعادة. شكرا لك زميلتي أسمى الجناحي، أنا شاكرة لك جهودك وجهود فريق العمل معك على هذه المعلومات القيمة اللي هي طبعا مرجع لنا ولجميع المستمعين، واللي هو طبعا المرجع الأساسي لنا هو إنستغرام هيئة الصحة في دبي واللي هو DHA_دبي. شكرا لك أسمى على جهودك وعلى جهود فريق العمل معك. والحين طبعا أعزائي المستمعين قبل ما نطلع للفاصل حبينا نذكركم بمراكز فحص كوفيد 19 التابعة لهيئة الصحة بدبي. أولا مراكز الفحص اللي تتطلب موعد مسبق واللي هي مراكز الرعاية الصحية الأولية، مركز ند الحمر الصحي ومركز المنخول الصحي ومركز الطوار الصحي ومركز ند الشبة الصحي ومركز اللسيلي الصحي. وكذلك هناك مراكز مخصصة لفحص كوفيد 19 في مجلس الراشدية ومجلس مينا جميرة 1. وطبعا أوقات العمل في هذا المجلس من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 6:00 مساء، وكذلك في نادي النصر من الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 1:00 ظهرا. وطبعا هاي المراكز تعمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس. وطبعا أعزائي المستمعين هناك مراكز للفحص دون موعد مسبق للي يسألون عن هاي المراكز دايما، واللي هي مول الإمارات وسيتي سنتر ديرا، وهاي المراكز تعمل من يوم الأحد لين يوم الأربعاء من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء.
وطبعا أعزائي المستمعين بعد ما عرفناكم بمراكز فحص كوفيد-19 التابعة لهيئة الصحة بدبي، بنطلع معاكم فاصل إعلاني قصير وبنرجع لفقرة التغذية اللي عودناكم عليها. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. وطبعا نرحب باستفساراتكم على الرقم 600551414 وللرسائل النصية القصيرة 4006. طبعا أعزائي المستمعين عودناكم على فقرة التغذية، وفقرة التغذية لليوم مختلفة قليلا. فقرة التغذية اليوم بنتحدث عن فرط نشاط الغدة الدرقية اللي يعاني منها الكثير من أفراد المجتمع، وبنتعرف على الأسباب والأعراض وطرق الوقاية من هذه المشكلة الصحية. وطبعا بتكون معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة سامية خالد أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي لتعرفنا أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير أستاذة سامية. صباح النور والسرور. صباح الهنان. أهلا فيك أستاذة سامية. طبعا احنا تعودنا من فقرة التغذية نسمع أكلات جديدة، مشروبات جديدة، أكل صحي. الحين اليوم نبي نعرف منك موضوع مختلف تماما، واللي هو موضوع فرط الغدة الدرقية. شو نعني بهذا الموضوع؟ ممكن توضحين أكثر للمستمعين ماذا يعني فرط الغدة الدرقية؟ نعم، موضوعنا لليوم مثل ما تفضلتي موضوع مميز، لكن للأسف كتير شائع عند العديد من الناس، ومنسميه احنا فرط نشاط الغدة الدرقية. فرط الغدة الدرقية فيها أكثر من مشكلة ممكن تصيبها، ومن أحد المشاكل اللي ممكن تصيبها هو فرط النشاط. بالمقابل في كسل، يعني في عنا كسل الغدة الدرقية وفي فرط نشاط الغدة الدرقية. فرط نشاط الغدة الدرقية وحالة مرضية تنتج منها أن الغدة عنا أو الغدة الدرقية التي تقع في أسفل الرقبة تنتج هرمون الثايروكسين أو الهرمون اللي هي مسؤولة عن تكوينه، لكن بكميات مفرطة جدا. فهذا التراكم في هذا الهرمون عن زيادة عن الحد الطبيعي يؤدي إلى أعراض عديدة، مثل إرهاق، بيصير عند الشخص ضعف في العضلات، رعشة بالإيد، بيصير الشخص متقلب المزاج، عصبي، بيكون عنده حرارة زائدة ممكن توصل لدرجات عالية جدا، ضربات القلب بتكون غير منتظمة، وهناك أعراض عديدة جدا. فهذا هو تعريف فرط نشاط الغدة الدرقية. طبعا اللي بيسمعونا الحين أستاذة سامية بيقولون شو علاقة طبعا الغدة الدرقية وفرط نشاطها بالتغذية؟ هل هناك طبعا تحسين تفاعلات غذائية دوائية لمرضى فرط نشاط الغدة الدرقية؟ نعم، سؤال مهم جدا ورائع جدا الصراحة، يعني حاله حال العديد من الأمراض. فرط نشاط الغدة الدرقية هناك بعض أنواع الأغذية بتساعد على يعني تدهور المرض خلينا نقول، أو زيادة فرط النشاط بزيادة، وفي المقابل هناك أدوية تعمل على تثبيط نشاط الغدة، وبالتالي الشخص ممكن يحصل نتائج جميلة. بس كمختصر مفيد، إحنا هناك لا يوجد نوع غذاء يعالج المرض، يعني علاج المرض لازم يجب أن يكون دوائي، لازم الدكتور يشخص الحالة ويوصف الأدوية المناسبة. لكن معها مثل أي مرض ثاني مثل السكر الضغط لازم في حمية غذائية. فسؤالك تفاعلات غذائية دوائية، نعم هناك العديد من الأطعمة التي تساهم في ضبط الحالة والتقليل من أعراضها، وبالمقابل لا هناك أدوية يعني إذا الشخص تناولها بكثرة وباستمرار ممكن تؤدي إلى تدهور الوضع، وبالتالي لا قدر الله يصير عندنا مشاكل أكثر. نعم، فطبعا ذكرتي موضوع الأغذية أستاذة سامية، أن هناك ممكن أغذية تزيد من فرط نشاط الغدة الدرقية، بس قلتي لنا طبعا شيء معلومة وايد مهمة أن العلاج يكون عبر الدواء، يعني ما نتوقع أنه يكون العلاج عن طريق الأغذية، صحيح؟ نعم، هذا خطير جدا، يعني في بعض الناس بيلجأوا إلى وصفات يعني بيسموها وصفات سحرية على أساس أنها توقف عمل الهرمون أو تخفف عمل الهرمون. هذا خطر جدا. التشخيص والعلاج يجب أن يكون على الطبيب، لكن الحمية هي موازية مثل مرض السكري مثل مرض الضغط. ما في أشخاص تعالجوا من السكر عن طريق التغذية، هي موازية، يعني هي خطة علاجية متوازية، يعني مثل ما قلنا نقدر نقول أيضا أنها متكاملة، يعني هي الغذاء والدواء وكل هاي الأمور مع بعض لعلاج أي مشكلة
صحية تواجه الإنسان. وطبعا أستاذة سامية ذكرنا موضوع التغذية، أكيد الناس بتتساءل شو هي الأطعمة المسموحة لمرضى فرط نشاط الغدة الدرقية، أو نقدر نقول الأغذية اللي يمكنهم أن يتناولونها بس ما يزيدون من نشاط هاي الغدة. نعم، بالبداية رح نتكلم عن الأغذية الممنوعة أو الأغذية اللي يجب الشخص أن يقلل منها قدر الإمكان، لأنها بتؤدي إلى مفعول عكسي، يعني الشخص أوريدي عنده فرط نشاط، فإذا تناولها كمان بيزيد من فرط نشاط، وهي بنفس الوقت ممكن تأثر على الدواء اللي بياخذ الشخص، يعني تلغي مفعول الدواء، يعني كأنه الشخص ما قاعد ياخذ الدواء. ومن ضمن هاي الأغذية الأغذية الغنية باليود، الشخص اللي عنده فرط نشاط من الغدة الدرقية اليود بالنسبة له عنصر كثير ضار، سواء اليود الموجود في الملح، في ملح الطعام، في الأطعمة البحرية، في القشريات، سرطان البحر، الطحالب البحرية، لكن تركيز أكثر حاجة بيكون في ملح الطعام. فهي الشخص اللي عنده فرط نشاط الغدة الدرقية يجب أنه يقلل من هاي الأطعمة. ثانيا عنصر النترات، النترات هو عبارة عن نوع من الأملاح موجود طبيعيا في الأكل، لكن الشركات المصنعة خاصة شركات تصنيع اللحوم مثل البرجر والنقانق والهدوم يضيفوها كمادة حافظة، فالشخص اللي عنده فرط نشاط الغدة الدرقية نمنعه أو نحذره تحذير يعني كبير أنه يتناول الأغذية المعلبة واللحوم المعلبة. ثالثا الصويا، الصويا يعني لها فوائد عديدة لكن تصبح ضارة للشخص اللي عنده فرط نشاط الغدة الدرقية، تتداخل مع بعض العلاجات، يعني يفضل أنه الشخص يتجنبها، بالذات حليب الصويا أو جبنة اللي مصنوعة من الصويا بيسموها جبنة التوفو، بالذات في وقت العلاج لأنها تلغي مفعول العلاج، يعني كأنه الشخص ما قاعد يأخذ علاج. وأخيرا الشوكولاتة كمان أثبتت الدراسات أنها كمان ممكن تكون تؤدي إلى تحفيز نشاط الغدة الدرقية، وبالتالي غير مناسبة للأشخاص اللي بيعانوا من هذا المرض. نعم أستاذة سامية، ذكرتين الحين الأطعمة اللي غير مسموح لهم بأن يتناولونها أو يفضل أنهم ما يتناولونها عسب ما يتداخل مع العلاج أو الأدوية يعني اللي وصفها لهم الطبيب، فهل هناك أطعمة يمكنهم أن يتناولونها؟ نعم، الأطعمة اللي يعني أثبتت الدراسات كمان أنها لها فوائد إيجابية على الأشخاص اللي عندهم فرط نشاط الغدة الدرقية هو أي غذاء قليل اليود، لأنه إحنا تكلمنا اليود هو يعني مصدر أساسي ل يعني يسبب ضرر مباشر على الأشخاص اللي عندهم هذا المرض، فإحنا لازم نختار الملح اللي غير مدعم باليود، موجود في الأسواق ومتوفر والحمد لله بكثرة، بياض البيض، البروتين اللي فيه مواد كثير نافعة وبالتالي تؤثر عليهم إيجابيا، الفواكه الطازجة فيها حاجة بنسميها إحنا مضادات الأكسدة وبالتالي بتساعد بشكل كبير كبير على تخفيف الأعراض عند الأشخاص وبالتالي تقليل المضاعفات، المكسرات غير المملحة وذلك لاحتوائها على عنصر الزنك، الزنك كثير مهم بالنسبة للأشخاص اللي عندهم الغدة الدرقية، البطاطا بسبب احتوائها على البوتاسيوم مهمة جدا، العسل نافع جدا للأشخاص اللي عندهم فرط نشاط الغدة الدرقية مهم جدا، والأهم من هذا كله في بعض أنواع الخضار إحنا بنسميها العائلة الصليبية اللي هي البروكلي، القرنبيط، الملفوف، واللف، هذه العائلة مهمة جدا للأشخاص اللي عندهم فرط نشاط الغدة الدرقية لأنه فيهم مواد يعني تقريبا بيلغوا مفعول اليود في الجسم، إحنا مشكلة الغدة الدرقية بتراكم اليود، فهاي المواد أو هاي المجموعة من الخضار اللي هي البروكلي، القرنبيط، الملفوف، واللفت الأصفر أو اللفت الأبيض يمنعوا تراكم اليود في الجسم، فهم مهمين للأشخاص اللي عندهم فرط. نعيدهم عيال الأستاذة سامية بطريقة أوضح، نقولهم البروكلي والقرنبيط، القرنبيط، الملفوف، واللفت بشكل يعني اللفت الأبيض أو الأصفر، هذين ممتازين جدا للأشخاص اللي عندهم فرط نشاط الغدة الدرقية لأنهم بيعملوا تثبيط لليود، يعني بيخلوا فعالية استخدام اليود بالجسم ضعيفة، وبالتالي بخففوا من مشاكل فرط نشاط الغدة الدرقية. الأشخاص اللي بيعانوا من فرط نشاط الغدة الدرقية بنصحهم دائما بالإكثار من هاي الخضار، بالذات إذا كانت طازجة، لأنه شوية طبخ بيقلل من مفعولها. نعم، فمثل ما ذكرنا البروكلي والقرنبيط والملفوف من يعني الخضروات اللي يحث على تناولها للأشخاص المصابين بفرط الغدة الدرقية. وطبعا أستاذة سامي مثل ما ذكرتي الأكلات اللي المفروض أنهم يعني يقللون منها أو ما يتناولونها أفضل، وكذلك هناك أطعمة ذكرتي أنه يفضل أنهم يتناولونها، فنبي نعرف منك الحين هل هناك علاقة بين فرط نشاط الغدة الدرقية ووزن الأشخاص المصابين بها؟
نعم، يمكن من أهم العلامات اللي الدكتور أو الطبيب أو العامل في المجال الطبي إنه يشخص فيها الشخص، مثل ما قلنا الغدة الدرقية فيها أكثر من مرض، في كسل الغدة الدرقية وفي فرط النشاط. فممكن من الأشياء اللي بتخلي الدكتور يعني إنه يتأكد إنه الشخص عنده فرط نشاط مش كسل هي فقدان الوزن. إحنا قلنا فرط نشاط الغدة الدرقية بتصير الغدة بتشتغل أكثر من المطلوب، وبالتالي الأيض أو عمليات الحرق عند الشخص بتزيد، لأنه عمليات الحرق والأيض مرتبطة بالغدة الدرقية. الشخص اللي عنده فرط نشاط الغدة الدرقية بيصير عنده عملية الحرق أسرع من غيره، فبالتالي بيصير عنده فقدان الوزن. ومثل ما قلنا هاي علامة مميزة، يعني الأشخاص اللي عندهم فرط نشاط الغدة الدرقية بتشوفيهم صعب جدا زيادة الوزن عندهم، دائما بيعانوا من النحافة وقلة الوزن، فهذا بسبب فرط نشاط الهرمون عندهم. نعم، وهل هناك أستاذة سامية أعشاب معينة تفيد في حالات فرط نشاط الغدة الدرقية، وشو رأيك في هذا الموضوع؟ طبعا بالنسبة للأعشاب هو موضوع كثير 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 مهم وشائك. الدراسات تقول إنه في بعض الأعشاب تساعد ولكن لا تعالج، فإحنا خلينا ننتبه، مش إنه الشخص يروح يوقف العلاج ويقول أنا بتعالج بالأعشاب، لا، هي مكملة مثل ما تفضلت حضرتك في بداية الحوار إنها هي مكملة للخطة العلاجية. في عنا العرق سوس أثبتت الدراسات إنه يحتوي على مواد فعالة جدا، الأشخاص اللي عندهم فرط نشاط الغدة الدرقية لقوا إنه في تحسن واستجابة أكثر بالعلاج لما يستخدموا العرق سوس. في عنا الجينسينج، كمان الجينسينج له فوائد كثير عظيمة، وكمان له فوائد مهمة جدا في علاج فرط نشاط الغدة الدرقية. عنا بذور الكتان رهيبة جدا ممتازة جدا، يأخذها الشخص إما مطحونة، أو في ناس بيحبوا يضيفوها بالأكل، أو في ناس بيحبوا يضيفوها في سلطاتهم، أيا كانت الطريقة هي مفيدة جدا، لكن يفضل أنها تكون مطحونة عشان يكون امتصاصها أفضل. وعندنا الجوز من المواد الغذائية المهمة كمان اللي أثبتت الدراسات، يعني إحنا نتكلم عن أعشاب في عليها دراسات إنها مهمة في خطة العلاجية لمرضى فرط نشاط الغدة الدرقية، فهي أهم الأشياء، الجوز، بذور الكتان، الجينسينج، والعرق. نعم، مثل ما ذكرتي هاي أعشاب متممة لعملية العلاج، ولا يمكن الأفراد أن طبعا يقولون بس بنتناول هالأشياء وإن شاء الله بنستوي أوكي، لا، لازم يتوجهون للطبيب المختص في البداية، وخاصة في موضوع فرط نشاط الغدة الدرقية. وطبعا جوهرية أنت تكلمتي عنها فعلا، يعني يا ريت الناس بس يكونوا واعيين لهاي النقطة، مهمة جدا. نعم، لأن مثل ما نعرف أستاذة سامية، الناس طبعا هذه الأيام تتجه أنها تسمع كل ما يقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو بروحهم ممكن يسوون سيرج في جوجل. فحبيت أن تذكرتي أن الأعشاب اللي ذكرتيها هاي أعشاب هناك دراسة عليها، وليس فقط يعني أعشاب حصلناها في ويب سايت معين وقلنا يلا بنتناولها ممكن أن نشفى. وهذا للأسف إحنا يعني بنلاقي فيه معاناة كثير كبيرة، يعني بيجوا عنا أشخاص لا أنا سمعت من فلان أو فلان جرب، والخطة العلاجية لا تنطبق على كل الناس، يعني هذا الكلام احنا بنتكلم فيه بشكل عام، لكن انا الناس اللي بيجوني على العيادة اكيد لكل شخص في خطة علاجية تختلف. نعم، في بكون عنا بنية الجسم تختلف، تحاليل الدم تختلف، فما ينطبق على اكس من الناس قد لا ينطبق على شخص اخر. الافضل مراجعة الطبيب المختص، هو يوضع الخطة العلاجية ومن ثم يحول لأخصائي التغذية او فريق اللي مثل ما قلتي فريق عمل كامل احنا بنشتغل فيه في هيئة الصحة دبي. نعم، طبعا أستاذة سامية خالد أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي، شاكري لك اليوم تواجدك معنا وهذه المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا، شكرا لك أستاذة سامية. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا. وطبعا أعزائي المستمعين بنتوقف معاكم الحين فاصل، وبنرجع لموضوع جدا مهم اللي هو كبار السن ومرض كوفيد-19. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. وطبعا أعزائي المستمعين نرحب باستفساراتكم على الرقم 600-55-1414، وللرسائل النصية 4006.
يعتبر طبعا كبار السن من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19، وهو الأمر اللي يتطلب الالتزام بكافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض والحد من مضاعفاته السلبية على كبار السن. وللحديث عن هذا الموضوع وتأثير كوفيد-19 على كبار السن وأعراض وطرق الوقاية من المرض، يسرنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة سلوى السويدي، استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بتبي. صباح الخير دكتورة سلوى. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتورة. وطبعا دكتورة اليوم موضوعنا جدا مهم، وإحنا طبعا نحب نكرر ونعيد في هذا الموضوع وذلك لأهميته طبعا، فحبينا اليوم نعرف منك بداية عن الأسباب اللي تجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كوفيد-19. طبعا كبار السن ومن بداية جائحة كورونا قبل سنة بالضبط، كان دائما الحديث عن كبار السن أنهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة والأكثر عرضة لمضاعفات المرض. طبعا في عدة أسباب لهذا الشيء، من أهمها أن جهاز المناعة لدى كبار السن يشتغل بكفاءة وفعالية أقل من الناس الأصغر سنا، وهذا طبعا نتيجة تقدم الخلايا بالعمر، والجهاز المناعي بحد ذاته ما يكون قادر أنه هو يتعرف على الميكروب immediately أو في نفس الوقت، ويقدر يفرز أجسام مضادة أو خلايا دفاعية مناعية تقدر تهاجم الفيروس مثل ما يقدر الشخص الأصغر سنا. طبعا مع التقدم بالعمر في غدة اللي هي thymus gland، غدة مسؤولة عن إنتاج خلايا تي لمفوسايت اللي هي مسؤولة عن محاربة الفيروسات، هذه الغدة مع التقدم بالعمر تنكمش، فهذا الشيء من الأساس أصلا يخلي كبار السن عرضة للعديد من الأمراض مو بس الكوفيد. فهذه أهم شغلة، قلة أو يعني كفاءة الجهاز المناعي أقل من الناس الأصغر سنا. شغلة ثانية قلة كفاءة الأعضاء، يعني بحد ذاته الشخص حتى لو كان شخص سليم كبير بالسن ما عنده أي مشكلة، لكن لما نقارن الكلى مالته أو الكبد أو القلب بنفس الأعضاء لدى الناس الأصغر سنا، رح نلقى أن هذا الشخص كفاءة الأجهزة اللي عنده أو أعضاءه أقل من الناس الأصغر سنا، فبالتالي تحت أي ستريس أو تحت أي مشكلة أو تحت أي مرض الشخص الكبير ممكن تدهور حالته بشكل أسرع من الشخص الأصغر سنا. شغلة ثانية بعد اللي هي الأمراض المزمنة، يعني نادر ما نحن نلقى شخص كبير بالسن مثلا ما عنده أتليست واحد من الأمراض المزمنة اللي هو مثلا يا أما ارتفاع ضغط الدم، السكري، الربو أو أي مشاكل ثانية، وهذا بحد ذاته يعني يأثر على جهاز المناعة، خاصة يعني مرض ضغط الدم، مرض الربو والأمراض المزمنة الأخرى، وهذا الشيء بعد يخلي كبار السن يتناولون العديد من الأدوية، والأدوية بحد ذاتها بعد ممكن تقلل كفاءة، ممكن تقلل من المناعة. ففي عدة أسباب، إضافة حتى نمط الحياة غير الصحي، يعني للأسف احنا عندنا أغلب كبار المواطنين تلقينهم ما يتحركون، نسبة النشاط البدني عندهم أقل، فبالتالي يعني كمستوى اللياقة عندهم أقل من الناس الأصغر سنا. كل هذه العوامل تخلي كبار السن معرضين أكثر للإصابة، وفي حالة الإصابة لا سمح الله معرضين للمضاعفات وللوفاة أكثر من غيرهم. نعم، وطبعا دكتورة سلوى ذكرتي أن كفاءة الجهاز المناعي مهمة أيضا، فإحنا حابين نعرف إذا كان هذا الشخص طبعا كبير السن مناعته قليلة، فهل هناك يعني أو كانت مناعته ربما تكون جيدة، فهل هناك أعراض لمرض كوفيد-19 تظهر على كبير السن ولا الأعراض غير ظاهرة نفس مثلا الأشخاص العاديين عندما يصابون؟ أي شوفي، لأن الجهاز المناعي يتعامل مع أي فيروس أو أي ميكروب بطريقة مختلفة، فبالتالي حتى الأعراض ممكن تكون مختلفة. الناس الأصغر سنا يعني هذا اللي لاحظناه من خلال سنة كاملة مع التعايش مع مرض كورونا، لاحظنا الناس الأصغر سنا يبتدون بحرارة، أوكي؟ الحرارة ممكن ما تكون موجودة لدى الناس الكبار إذا أصيبوا بنفس الفيروس، لأن أصلا الناس الكبار في عندهم مشكلة في temperature control في جسمهم أصلا، فبالتالي ممكن ما تبين عندهم حرارة.
لكن الأعراض تختلف بين مريض والثاني. أنا ما أعمم لما أقول كل كبار المواطنين نفس الشيء، أكيد في اختلافات. نعم. الأعراض تختلف في حدتها من أعراض تنفسية بسيطة إلى أعراض أكثر حدة، وطبعا الأعراض راح تظهر خلال من يوم إلى 14 يوم من التعرض للفيروس، وأغلبها راح تكون اللي هي الأعراض العادية اللي الحين عرفناها، ارتفاع في درجة الحرارة، ممكن هي ممكن لا، الصداع، آلام في الجسم، الكحة، فقدان حاسة الشم والتذوق. المشكلة اللي لاحظناها خاصة في المرضى الأكبر سنا واللي كان عندهم مثل بداية خرف أو ألزهايمر، إن هذيل الناس ممكن يعني كل أعراضهم مالت الكورونا يعني they present أو تظهر على شكل حالة هذيان اللي إحنا بالإنجليش نسميها delirium. المريض يدخل في حالة هذيان، الأهل ما يكونون عارفين شو سببها. الهذيان المقصود فيه هو تغير في درجة الوعي والإدراك، وهاي حالة حتى قبل أسبوع كلمتني بنت مريض، قالت أبوي فجأة تغير، فجأة صار عصبي، قام يضربنا بالعكاز ماله، he was not like this before، عرفتي؟ فقلت لها شيكو، احتمال يكون عند التهاب، عرفتي؟ يعني يا أما التهاب في البول يا أما كورونا، وطلع فعلا عنده كورونا. طبعاً يعني دكتورة هاي موضوع جدا مهم، يعني أنت روهتي لموضوع يمكن يغفل عنه الكثير. بالضبط، خاصة لدى مرضى الخرف اللي المريض ممكن ما يعبر ما يقول. المريض الواعي راح يقول أنا حاسس إني تعبان، مو شرط نكون عنده حرارة، ممكن يقول whatever، يعني ممكن يشتكي من شيء. لكن المريض اللي عنده خرف أو عنده حتى بداية خرف، وعلى فكرة احنا لاحظنا حتى حالات الخرف والاكتئاب زادت في السنة اللي فاتت، لأن المرضى صاروا في بيوتهم، قل التواصل الاجتماعي، قل طلعتهم، قل تواصل الأهل وياهم، قل التحفيز الاجتماعي بالنسبة لهم، وهذا شيء وايد مهم للناس الكبار. فلاحظنا أن حالات الخرف وحالات الاكتئاب بدأت تظهر لدى كبار السن في هاي الفترة. فالمريض الكبير بالسن، يعني أنا حابة أوجه هاي الرسالة، في حالة الأهل لو لاحظوا أي تغير بالنسبة لدرجة الوعي والإدراك عنده، ممكن يكون عنيف وممكن يكون بالعكس ما يكون عنيف، عرفتي؟ بس الأهل من خلال تعاملهم مع المسن يكونون متعودين على بيز لاين أو يعني حالة معينة، هم عارفين أن أبوهم بهذه الوضعية بشكل يومي. في يوم لو لاحظوا أن درجة عصبيتها فجأة زادت، فجأة صار عنده تهيؤات، أو فجأة صار عنيف، أو فجأة صار يسوي تصرفات ما كانت طبيعية من قبل، مهم جدا أنهم يفحصونه ويسووا له فحص البي سي آر عشان يتأكدون لو كان عنده كورونا ولا لا. نعم دكتورة، مثل ما ذكرتي الأهل هم أدرى بحالة، يعني مو نقدر نقول والله كل كبير عندنا في السن في البيت إذا والله سوى حركة معينة إنه ممكن يكون مصاب بكوفيد، لا. نحن هني نقول إن أنتوا أدرى بأهاليكم، أنتوا أدرى بالوالد اللي عندكم في البيت، الوالدة اللي عندكم في البيت. بالضبط. نعم، هاي الرسالة طبعا أيضا جدا مهمة، ومثل ما قلتي أعراض المرض تختلف بين كبار السن وصغار السن. وطبعا ني من هاي النقطة دكتورة سلوى نقول شو هي الإجراءات الصحيحة للتعامل مع كبار السن عند إصابتهم بمرض كوفيد-19؟ أوكي، الأعراض تختلف. سوري عفوا، بس تكملة للسؤال اللي فات. نعم. حتى يعني في مرت علينا حالات، إحنا لازال يعني الكوفيد-19 مرض جديد إحنا نتعامل وياه، وصرنا نتعلم منه ونشوف من تجاربنا. إحنا شفنا حالات يعني كثيرة من كبار السن اللي أبدا ما كان عندهم أعراض، لما بدينا نسوي لهم الفحص بشكل ريجولر بشكل يعني منتظم، طلعت لنا لايك 3 حالات بوزيتيف، لكن ما كانوا يشتكون من أي شيء، لا كان عندهم حرارة ولا كان عندهم كحة ولا كان عندهم أي أعراض. فأرجع أقول إن هذا المرض أعراضه لدى كبار السن atypical، يعني مش الأعراض التقليدية اللي المريض الأصغر سنا ممكن تظهر عليه. طبعا سؤالك الثاني، شو كيف نتصرف في حالة إصابة أحد كبار السن بمرض كورونا؟ هاي شغلة وايد مهمة وتفرق بين مريض والثاني. أرجع أقول المريض الطبيعي الواعي اللي ما عنده خرف لازم تتم مراقبته في البيت من قبل الأهل. طبعا يفضل وجود المريض في البيت وتتم مراقبته. في شغلة وايد مهمة، أتمنى كل الأهالي يكون عندهم جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم. هو جهاز صغير ينحط على الصبع ويبين لك نسبة الأكسجين في الدم، اللي احنا بالإنجليش نسميها الأكسجين ساتوريشن. هذه أهم شغلة. لو كان المريض حالته إضافة طبعا أنهم يشيكوا للضغط، يشيكوا للسكر، المؤشرات الحيوية، هاي كلها وايد مهمة، لكن أهم شغلة هي نسبة الأكسجين في الدم. احنا نبغيها فوق 94%، 94%. لو قلت
الأفضل يطلبون الإسعاف علشان يتم تقييم المريض في البيت. نعم. هاي شغلة وايد مهمة، لأن لاحظنا أن المرضى ممكن تدهور حالتهم بسرعة خلال أيام، فهذه الشغلة يعني جدا بسيطة، جهاز جدا بسيط ممكن يشترونه من الصيدلية، مهم جدا أن يكون عندهم في البيت. شغلة ثانية بعد ممكن الأهل يتعلمونها، أن يحسبون كم معدل تنفس المريض. يعني مثلا أنا جالسة وقدامي واحد مسن، أشوف كم مرة صدره يرتفع وينزل، هذه إحنا نسميها سايكل واحدة. يعني مثلا أنت جالسة قدامي تاخذين نفس، تاخذين نفس وتطلعينه، أنا أشوف صدرك يتحرك up and down، هذه أحسبها 1. المعدل الطبيعي للتنفس من 12 إلى 16، من 12 إلى 16. لو لاحظوا تسارع في التنفس مرة ثانية، يعني أكثر من 25 مثلا، وحسوا أن المريض مو قادر أنه هو يتكلم، مو قادر يكمل جملة، عنده صعوبة في النفس، يناهي مثل ما احنا نقول، عرفتي؟ هاي الأمور بعد تستدعي تدخل طبي. يعني دكتورة عفوا، يعني مو شرط كبير السن إذا أصاب بكوفيد 19 أن ننقله دايركتلي المستشفى ولا إلى العزل الصحي، ممكن أنه يتم معانا في البيت، بس نراقب هاي العوامل الحيوية في جسمه، صحيح؟ ممكن يتم في بيته، وبالعكس وجوده في بيته أحسن له، لأن ليش؟ في شغلة وايد مهمة، كبير السن متعود على بيته، متعود على environment معينة، متعود على ناس معينين، لما نغير المكان ماله، لما نغير بيئته إلى مكان ثاني مختلف بالنسبة له، وما يشوف الوجوه اللي هو متعود عليها، راح يشوف الناس كلهم لابسين الأوفر الكبرول والماسك، هذه الأمور راح صحيح. والنفسية أيضا تدخل في حالة هذيان. نعم، أنا أتذكر دكتورة في بداية العام الوالد الله يحفظه العام الماضي إصاب بكوفيد، كان أكثر شيء، يعني الحمد لله الوالد غير مصاب بالخرف وهذه الأمور، بس أنه يعني أكثر شيء كان مزعجة أنه يقول أن أنا يعني أحس عمري أن أنا مو في مكاني. في بداية الأيام كانوا دايركت ينقلونهم للعزل، فكان الدكتور يقول لنا أن علاج الوالد أنه يرجع للبيت ويتم عزله في البيت، وبالفعل الحمد لله يعني رجع البيت وتعافى، بفضل أن النفسية، نفسية الشخص عندما يصاب بكوفيد 19 يبقى كل اللي يحبهم حوالينا، حتى لو من بعيد، يعني ما يشوفونه لو من بعيد، بس هالشي جدا مهم، جدا يفرق، جدا يفرق النفسي، نفسية كبار السن، ونحن نتكلم معاهم بشكل إيجابي وما نخوفهم ونقول لهم هذا مرض حالة حال أي مرض ثاني، راح يجي ويروح. يعني هذا اللي احنا لاحظناه حتى من خلال المرضى اللي احنا تعاملنا وياهم وكانوا مصابين. يعني شوفي بعضهم كانوا ما عندهم اي اعراض، اوكي، فيقولوا لنا هذا الفحص غلط، احنا ما عندنا كورونا، عرفتي؟ يعني موضوع الدناية، الموضوع الانكار، انه لا انا ما عندي كورونا، انا اموري طيبة. فنقول لهم هي بوي هي امي انت امورك طيبة، وان شاء الله بعد كم من يوم هذا راح يروح. تعرفين فكرة ان احنا نخوفهم او نبتدي اوريدي الاعلام خوفهم بما فيه الكفاية، صحيح، وهم مش معزولين عن العالم، هم الحين كبار السن كلهم عندهم موبايلات، يشوفون التلفزيون، وايد مهم بالفعل، يعني مفروض هالأخبار. نعم، مفروض دكتورة نحن نهيئهم في هذا الزمن ان ابسط البرامج اللي فيها فيديو انهم يكونون يعرفون يستخدمونها، لان هاي من الاشياء اللي طبعا انا عن تجربة ساعدت الوالد بالشفاء، انه كان هو متواصل معنا دايركت عن طريق الفيديو، يعني هو موضوع جدا بسيط، ننزل لهم البرنامج ونعلمهم بس انه هو يعني نفس التليفون، ترى دكتورة نتصل عليه وعادي يعني يجاوب الوالد، كان موضوع جدا سهل، ممكن نعلم كبار السن اللي بعدهم يعني الحمد لله في يعني عقلهم ممكن انه يستوعب هذه الاشياء، فهذا يساعد على شفائهم طبعا. اكيد اكيد. نعم، مثل ما ذكرنا دكتورة، هاي إجراءات اللي ممكن يقوم بها المريض، اللي مثلا الأشخاص اللي عرفوا أن لديهم كبير في السن في البيت مصاب بكوفيد 19، ذكرتي دكتورة أن أولا يجب عليهم أنهم ما يخافون ولا يخافون المريض، وثانيا أن يكون عندهم أجهزة بسيطة مثل جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم، وكذلك أن يراقبون معدل التنفس. نعم بالضبط. وننتقل طبعا دكتورة من الإجراءات الصحيحة للتعامل مع كبار السن عند إصابتهم بمرض 19، حبينا نتكلم دكتورة في موضوع طبعا مهم جدا، اللي هو اللقاح. اللقاح هل هو آمن لكبار السن دكتورة أم لا؟ هذا السؤال اللي يدور في بال الكثير من الناس، وطبعا ممكن مسبب لهم أرق، هل أنا أعطي والدي هذا اللقاح أو ما أعطي هذا اللقاح؟ أنا شخصيا سألت هذا السؤال يمكن وايد من بداية اللقاح من ناس، يعني يمكن دكتورة أنا سألتك بعد اللقاح ولا لا.
يمكن أعتقد لأن أعرف أن هذا الموضوع يعني يؤرق الناس، يعني أنا عندي يعني كبار في السن، يدتي الله يحفظها كبيرة، فيعني كان خالي يعاني يعني معاناة أنه هو يفكر إنه هل أعطيها القرار. يعني قرار، يعني تحسين قرار كأنه قرار مصيري، بس الناس صح. الحمد لله دكتورة صار عندها وعي وصار عندها ثقة صح. بالحكومة وثقة صح. بكل شيء يعطى في دولة الإمارات العربية المتحدة. فطبعا إحنا الحين نبي نسمع الرأي من المختصين بدون يعني ما نقول إحنا رأينا، رأيكم أنتوا دكتورة هو المهم، هو اللي ممكن أنه يطمن المستمعين. شوفي من بداية يعني إحنا من بداية الجائحة وإحنا عارفين أن الحل والعلاج هو بوجود لقاح. اللقاح رح يكون المفروض أن إحنا نوصل لمناعة مجتمعية، وعلى الأقل يعني نطعم أكثر من 70% من السكان. أوكي، الفئة اللي المفروض تكون أولوية برايوريتي أنها تأخذ التطعيم هي فئة كبار السن. نتيجة شو؟ نتيجة أنهم أصلا من الأساس عندهم ريسك فاكتورز، عندهم عوامل خطر كبيرة، عندهم الأمراض المزمنة، عندهم جهاز مناعي ذو فعال أو كفاءة أقل، عندهم وايد مشاكل. فهم بالعكس هم يعني دائما حتى الانترناشنال ريكومنديشن أو التوصيات العالمية أن المرضى في دور رعاية المسنين، المرضى الكبار بالسن هم اللي المفروض تكون لهم الأولوية، والستاف حتى الموظفين اللي يشتغلون في دور رعاية المسنين، وهذا الشغلة اللي احنا حاليا شغالين عليها لتطعيم كبار السن مع الموظفين. التطعيم آمن لكبار السن، التطعيم فيه عليه وايد دراسات أثبتت فعاليته أنه فعلا ممكن يقيهم من الإصابة بالمرض. التطعيم راح يقلل من حدة الإصابة في حالة، يعني ما راح يمنع الإصابة، يعني we have to make sure أن هالمعلومة تكون واضحة لدى الناس. التطعيم ما راح يمنع الإصابة، خاصة إحنا الحين شفنا في ناس بعد الجرعة الأولى مثلا من أي لقاح أيا كان نوعه صار عندهم كورونا. نعم. دائما نقول التطعيم ما يمنع الإصابة، بس راح يقلل من حدة الإصابة وراح يقلل من خطر الوفاة في حالة الإصابة. هاي بحد ذاتها يعني جين، يعني شغلة وايد مهمة. إن أوكي أنا عندي شيء في إيدي راح يعطيني يقلل لي من حدة الإصابة لدى هاي الفئة، فئة كبار السن، وراح يقلل من خطر الوفاة. لا I will go for it. هذا option يعني مفروض إنه ما حد يرفضه. بالعكس إذا إحنا نحب كبار السن مفروض إحنا نطعم، وأولا نطعمهم هم. فالتطعيم آمن ومفيد بدون الخوض في تفاصيل نوع اللقاح، سواء الأمريكي أو الصيني أو whatever، أي نوع من اللقاح موجود المفروض أنهم يأخذونه. طبعا دكتورة، هل هناك يعني إذا مثلا كبير السن عفوا دكتورة عنده مرض معين ما يقدر يأخذ اللقاح؟ أوكي، طبعا هاي الشغلة وضحوها وصار في clear guideline أنه شو هي موانع التطعيم. أوكي، موانع التطعيم قللوها في البداية، يمكن كانت الناس متخوفة، لكن مع الوقت مثل ما قلت مع تشجيع حكومتنا لنا ومع توفير اللقاحات في مراكز مختلفة زاد الإقبال. يعني أنا يوم السبت كنت مودية الوالدة تطعم، ما شاء الله كل الناس اللي كانوا هناك كانوا ناس كبار. بالطبع. موانع التطعيم الحين قللوها إلى المرضى اللي فعلا اللي يتناولون مثلا أدوية مثبطة للمناعة، من ضمنها الكورتيزون اللي يكون أورال يعني على شكل تابلت أو على شكل إبر بنسبة عالية، يعني مش حتى مو بحتى بخاخ الكورتيزون اللي يستخدمونه مرضى الربو، هذا ما في مشكلة ممكن يأخذونه. نعم. دكتورة طبعا يعني عفوا دكتورة لضيق الوقت لدينا يعني طبعا دقيقتين، حبينا نشمل كل الموانع دكتورة في هذه الدقيقتين. أوكي، المرضى اللي يتناولون أدوية مثبتة المناعة مثل ما قلت كورتيزون بنسب عالية، والمرضى المصابون بحساسية شديدة احنا نسميها أنافيلاكتيك شوك، يعني المريض اللي مو مثلا حساسية وحبوب تطلع له أو حتى من أدوية أو من أكل، هذا ما في مشكلة يقدر يأخذ اللقاح. لكن المرضى اللي يكونوا عارفين نفسهم أن يصير عندهم صدمة تحسسية نسميها أنافيلاكتيك شوك، يكون عندهم صعوبة في النفس ويضطرون أنهم يروحون المستشفى، أو تكون عندهم إبرة أدرينالين، هذا لما يأخذون اللقاح. فاللقاح آمن مثل ما قلنا، وبالعكس احنا نشجع الناس انهم ياخذونه ونشجعهم انهم يعطونه للناس اللي هم الكبار في السن.
نعم، وطبعا دكتورة سلوى ما ننسى المواضيع اللي ذكرناها اليوم وكل المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا في هذا المجال، وطبعا حابين نسمع منك أكثر إن شاء الله دكتورة سلوى في موضوع طبعا اللي ذكرتيه اليوم اللي هو الخرف والاكتئاب والحل اللي ممكن تطرحيه لنا إن شاء الله في حلقات قادمة لكبار السن اللي نتمنى أنهم يتمون بصحة وعافية. وعافية يا رب، الله يحفظهم جميعا. آمين. وطبعا كنتي معنا اليوم دكتورة سلوى السويدي، استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك على تواجدك معنا، وشكرا على معلوماتك القيمة. شكرا حبيبتي. وطبعا أعزائي المستمعين، ذكرت لنا الدكتورة سلوى معلومات جدا مهمة حول كبار السن وكيف نحافظ على صحتهم أثناء جائحة كوفيد-19. وطبعا من الدكتورة سلوى وهذه المعلومات اللي قالتها، المفروض أن نحن نحافظ على صحة كبار المواطنين والمقيمين عندنا في البيت، نحافظ عليهم ونبعدهم عن الأماكن المزدحمة ونبعدهم عن الأماكن اللي لا يحتاجون أنهم يعني يخرجون لها أثناء يعني خلال اليوم. وطبعا أعزائي المستمعين، في ختام حلقتنا نتمنى أن نكون قدمنا لكم معلومات قيمة ومفيدة، وكذلك نذكركم أعزائي المستمعين بضرورة لبس الكمامة للوقاية من كوفيد-19. كما نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك في التنسيق والمتابعة أخونا أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا نمر محمد، وكذلك مخرجنا المبدع سعيد المر. وكل الشكر لكم أعزائي المستمعين، والشكر موصول لإذاعة نور دبي. كنت معاكم أنا اليوم في تقديم حلقة اليوم آمنة العلي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.